صحيفة السوداني ومنها نقرأ: علماء السودان ضبط الخطاب الديني قضية صعبة جدا. عد الأمين العام لهيئة علماء السودان دكتور إبراهيم الكاروري: ضبط الخطاب الديني قضية صعبة جدا، وأنه عبر تاريخ السودان لم يوضع تقييد للإمام. قال الكاروري في حوار مع السوداني: من الأفضل ضبط الناس بالقيم وليس بالقانون، كما لفت إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط الخطاب الديني وأن القوانين الحالية والقانون الجنائي كاف لضبط الخطاب. أشار الكاروري إلى عدم وجود سلطة لوزارة الأوقاف لإبعاد أي خطيب عن المنبر بدليل ربطها لذلك بسن قانون وتشريعات. كيف يتم ضبط الخطاب الديني في منابر المساجد؟ أعتقد أنه قبل ما نتحدث عن ضبط الخطاب نفسه، في حالة يجب أن الناس يشوفوها، هي ارتباط هذه المساجد لفترة طويلة جدا بالخطاب الديني العاطفي السياسي، وكانت هي حواضن وكانت هي دواعم للمسألة السياسية اللي كانت موجودة في السودان. أن يخرج رجال الدين ويقولوا للناس إنه ما يصيبكم من ضنك اقتصادي لأنكم لم تستغفروا الله، ما كان هذه هي طريقة الخطاب الديني الداعم للنظام. الصحابة كانوا يأكلوا أوراق الشجر، فعليكم أن تربطوا حجر على بطونكم، يعني كان هذا الخطاب. المسجد ارتبط بشكل كبير بالنظام القديم، استخدم النظام، كان هو يعني خطاب الحديث عن المتاجرة بالدين لم تكن يعني من فراغ، كان هنالك حقيقة متاجرة بالدين. رأينا كيف حتى رأس النظام كان يتحدث الناس عن أكل صفق الشجر وأوراق الشجر، ثم يضبط الأموال في منزله يعني، وتضبط أسرته كيف. لذلك الآن الحالة بعد الثورة الآن حالة غير سوية بين المنابر، وخاصة التي تتحدث بهذا الخطاب، والمصلين عموما والمسلمين عموما. طيب، إعادة المنابر لسياقها الصحيح، هذا ما سنتحدث عنه، لكن استأذنك والمشاهدين في فاصل قصير، ومن ثم نعود لنتواصل. أهلا بكم مشاهدينا، كنا قبل الفاصل في صحيفة السوداني وقد طالعنا منها هذا الخبر: علماء السودان ضبط الخطاب الديني قضية صعبة جدا. قبل الفاصل أيضا تحدثنا أستاذ شوقي بأن إعادة المنابر لسابق عهدها بأنها تكون منابر مستقلة أشبه بدور الرقيب التي تراقب أداء الحكومة وتضبط وتدفع للمحاسبة وإقامة العدالة. نعم، هذه هي النقطة الاستغلالية، هذه لكن الانتماء. هذه المساجد كما ذكرت قبل الفاصل لفترة طويلة كانت منتمية لجهة ما، كانت داعمة بخطاب ديني. كيف تخرج وتصبح مستقلة؟ تعود لدورة، يعني المساجد يجب أنها تعود لدورة، ما تعود لأنها تحاول أن تصدر جدل للناس، أن تخلق فتنة بين الناس، أن تحاول أن تسوق نفس الخطاب الديني بطريقة جديدة، أن تحاول تجرم الحكومة الجديدة، تحاول تجرم قوى إعلان الحرية والتغيير، أن تبث رسائل. يعني رأينا كيف أكثر من إمام، أكثر من خطيب بيتم إنزالهم من المنبر، يعني إذن هذه ظاهرة لم تكن موجودة في السودان. يعني هي الآن المنابر مستغلة وليست مستقلة. نعم، مستغلة بشكل كبير، ظلت مستغلة والآن تستمر في هذا الاستغلال، والآن هنالك ثورة وفي ذلك شباب في المساجد اكتشفوا هذه المسألة. لذلك الآن كل ما يطلع إمام وخطيب في منبر ويقول كلام يحاول أن يبث رسائل في اتجاه محدد بيتم إنزاله من المنبر. طيب، القضية معقدة جدا جدا، كيف تستطيع الوزارة أن تتعامل معها؟ أعتقد أنه الوزارة هي عبر حتى الإعلام نفسه له دور، والناس في حتى في المصلين في المساجد لهم دور، المواطن له دور في أنه يحاول أن نعيد هذه العلاقة لترتيبها من الأول، أن يتحدث الناس في المنابر في المساجد بما ينفع الناس، ليس بلون سياسي ولا خطاب سياسي. كل هذه المساجد لديها لجان شعبية من الأحياء ومن المواطنين، يجلسوا مع الأئمة ويتحدثوا معهم عن أن المسألة الآن نحن أيضا في مرحلة انتقال، وأن الشباب عانوا من هذا الخطاب الديني، وهنالك الآن ذلك العلاقة ما طبيعية بين الخطاب الديني وبين الشباب في الشارع، يعني الذين قادوا هذه الثورة بما فحود حدث استغلال الدين خلال 30 سنة الماضية والمتاجرة به. بقى الخطاب الديني خطاب من الصعب جدا، داير دقة شديدة جدا، الناس يتعاملوا. طيب، كما قال الكاروري يجب أنه يصيغوه بدقة تخرج الناس من هذه المرحلة وتجنب الناس الفتنة. يعني قبل أن نختم هذا الملف، الآن هناك تخوف حقيقي من تنامي ظاهرة التطرف الديني وخطاب الكراهية بشكل كبير، خاصة بعض الجدل الذي يحدث في كرة القدم للنساء، ممارستهم عدم ممارستهم، قضايا تفتح،
إلى أين نسير؟ أفتكر أنه الآن هي المسألة بدأت تتمظهر، يعني كلام اللي بيقوله فيه والشيخ عبد الحي يوسف هذا هو تمظهرات الأزمة. الشيخ عبد الحي يوسف وكثيرين الآن هم مهتمين بأن ينساق الناس نحو جدل، يعني هذه القضية لن تفضي لأي نتيجة، ورأينا كيف هذا التزمت والتشدد حتى مارسته المملكة العربية السعودية خلال 39 سنة، 40 سنة كانت في هذا التشدد حول النساء وهذا الجدل. يعني في لحظة بقرار سياسي وحيد بدأت المرأة في السعودية تقود السيارة وتمارس الرياضة، والآن هنالك حكم امرأة سعودية، يعني كانت هنالك مرجعيات دينية لما يصدر عن عبد الحي أو خلافه. لذلك افتكر انه عبد الحي يوسف يريدنا ان نبدا من حيث انتهى الناس في مناطق كثيره جدا في الدول الاسلاميه، وهو حريصين على هذا الجدل اللي بيخلق شباب متطرفين حقيقه، يعني وبيقود البلاد لمشاكل كبيره جدا. وعبد الحي يوسف يعلم ما هي القضايا الاساسيه، عبد الحي يوسف يعلم كيف حتى هنالك اتهامات لقضايا تطال هو نفسه، لكن ما بيتكلم عن ده، بيتكلم عن انه دارين يحشدوا لقضيه لعب الكوره للمراه. يعني وهنالك هيئة علماء وجهات إفتاء معتمدة في البلاد، ولكنهم في المنابر حاولوا أن يسوقوا هذا الجلدة. في المنابر أيضا يتم تجريح الناس وإساءتهم واتهامهم بالكفر واتهامهم بالجردة واتهامهم باتهامات كبيرة جدا. لذلك أنا أفتكر أنه الآن المطلوب هو الجدل نفسه ولفت الناس للجدل نفسه في هذه المنابر، ودون خطاب يعني ما في خطاب عاقل يصدر من هذه الجهات. الآن بقت مصنفة، يعني عبد الحي يوسف ونصرة الشريعة وهم الآن هم الحدة بتاعت الدين. ورأينا كيف حتى يعني مسألة داعش وكذا صدرت من أشكال، يعني من طبيعة هذه الأفكار بتتنامى ستتحول إلى تطرف.